يا رب العالمين. المرأة الحائض نعم لو كان معها على هاتفها كما سألت الأخت المتصلة المصحف القرآن الكريم، فهل لها أن تباشر قراءة من خلال الهاتف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهاتف ليس بمصحف، إنما المصحف ده قرآن صرف ما بين دفتي المصحف والقرآن فقط، إنما ده هاتف عليه برامج كثيرة وعليه صور وعليه اتصالات وعليه وعليه وعليه، فيجوز أن تقرأ منه. نعم. مع ونحن لم نتكلم في مسألة قراءة القرآن للحائض من المصحف، هذه أصلا مسألة خلافية. صحيح. لكن الكلام السؤال على الهاتف يجوز. نعم، جزاكم الله خير. جزاك الله.